اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا في العضل، حلقه في منتهى الاهميه عن السكته الدماغيه اللي مجازا بعض الناس بتسميها جلطه في المخ او نزيف في المخ. الموضوع ده شائع بشكل غير طبيعي لدرجه انه 10% من الوفيات سنويا على مستوى العالم بسبب السكته الدماغيه. كل 40 ثانيه بتحصل حاله سكته دماغيه على مستوى العالم، وكل 4 دقائق بيموت شخص بسبب السكته الدماغيه. ووفقا لتقديرات منظمه الصحه العالميه هي السبب الأول للإعاقة في الكبار والبالغين. طب يعني إيه سكتة دماغية؟ السكتة الدماغية معناها إن في جزء معين من المخ اتقطع عنه الدم، وبالتالي ما عادش بيوصل له الأكسجين ولا أي نوع من أنواع الغذاء. الجزء ده اتقطع عنه الدم يا إما بسبب جلطة سدت الشريان اللي بيوصل ليه الدم، أو بسبب نزيف حصل في الشريان ده فما عادش الدم بيوصل للجزء ده من المخ. من أهم أسباب السكتة الدماغية الجلطة، ان يبقى في جلطه اتكونت في مكان ما في الجسم وتبدا تتحرك لغايه ما توصل لشريان معين، تسد الشريان وبالتالي يتقطع الدم عن جزء معين من المخ فيموت الجزء ده. كمان من اهم الاسباب ان يحصل نزيف في المخ. النزيف ده بيحصل ليه؟ ان يبقى في جزء زي ما احنا شايفين جزء ضعيف من الشريان. الجزء ده ضعيف يا اما نتيجه لعيب خلقي يا اما نتيجه لمرض ارتفاع ضغط الدم، وفجاه يحصل ان ينفجر الجزء ده فيحصل منه نزيف فيتقطع الدم عن جزء من المخ ويبدا يموت. طب ايه هي الاعراض بتاعه السكته الدماغيه؟ الاعراض في الغالب بتبدا دايما بشكل مفاجئ. بتبدا في الغالب بانه يبقى فيه احساس بضعف عام او تنميل، كمان الشخص بيبقى ما عندوش قدره على انه يتحرك، ممكن يتعثر وهو بيتحرك او يقع، ويبقى فيه تغير في درجه الوعي ممكن يوصل للاغماء او الغيبوبه. كمان الشخص ما بيبقاش قادر يستوعب الاسئله اللي بتتقال له، وكمان بيتكلم بشكل مقطع ومش قادر يعبر عن اللي هو حاسه. ممكن كمان تبقى الأعراض عبارة عن صداع عنيف جدا جدا، وتلاقي العيان مش قادر يفتح عينه أو مش قادر إنه يبقى مركز معاك وإنت بتكلمه. ممكن كمان يبقى فيه ضعف درجة الرؤية أو تبقى فيه زغللة أو إنه مش شايف كويس. وبنأكد تاني في الغالب كل الأعراض دي بتبدأ بشكل مفاجئ. طيب نتصرف إزاي لو شكينا في حالة سكتة دماغية؟ الوقت أسرع ما يمكن ان احنا ننقل المصاب بتاعنا للمستشفى باسرع طريقه ممكنه. وعشان ما ننساش في اختصار عالمي كده معروف اللي هو فاست، بمنتهى السرعه. بسرعه يعني ايه حضراتكم؟ كل حرف من الحروف دي عباره عن طلب، سؤال بنطلبه من العيان او بنسال العيان انه يعمله، فنتاكد انه دي اعراض سكته دماغيه او لا، فنبدا نتحرك بيه فورا للمستشفى. اول حرف من كلمه فاست هو حرف الاف، وده جاي من كلمه فيس او الوجه. يعني اول حاجه هنبص عليها في اللي احنا شاكين فيه ان احنا نبص على الوش بتاعه. طب خلينا نبسطها، اساله سؤال محدد، قول له ممكن توريني اسنانك او ممكن تعمل زي كده. والهدف من السؤال ده ان انت تبص على اسنانه، لا مش فكره السنان مسوسه ولا لا، بيضه ولا مش نظيفه. انا الهدف عندي اني اشوف هل في اي اعوجاج في الفم، هل النص اليمين مختلف عن النص الشمال، هل حركة شفايفه مختلفة لما بيبتسم أغير لي سنانه. لو ظهر عندي اعوجاج بشكل أو بآخر دي تخليني أشك إن في سكتة دماغية. تاني حرف عندنا في كلمة فاست هو الاي، والاي جاية من كلمة أرمز أو الذراعين. الذراعين الحركة بتاعتهم مؤشر مهم جدا يقول لي دي سكتة دماغية ولا لأ. طب إيه السؤال اللي أسأله العيان؟ هطلب منه بشكل محدد، ممكن ترفع إيدك الاتنين؟ الطبيعي ان اي شخص ما عندوش مشكله هيعمل زي ما انا عملت، هيرفع ايده الاثنين مع بعض مفيش اي مشكله، ويقدر يحافظ عليهم مرتفعين. الشخص اللي عنده سكته دماغيه او شاكين انه ممكن جلطه او نزيف مش هيقدر يرفع دراع من الاثنين، او ان رفع دراعه هتلاقيه بيسقط منه فجاه مش قادر يتحكم فيه ولا يسيبه مرفوع زي دراعه التاني. الحرف الثالث من كلمه فاست بسرعه هو حرف الاس، والاس جاي من كلمة speech أو الكلام. يعني إيه؟ يعني أنا عايز العيان يتكلم عشان أشوف كلامه مقطع ولا لأ. طب إيه السؤال اللي هسأله له؟ هقول له من فضلك ممكن تقولي اسمك بالكامل؟ وأبدأ أستمع إليه، يعني عايزه يقول جملة من كلمتين أو 3 كلمات على الأقل عشان أشوف هو بيتهته بيقطع في الكلام. أنا اسمي أحمد. لو بيقطع في الكلام، لو ما بيكملش الجملة على بعضها، لو بيتوه منك ومش عارف يجاوب على سؤالك، يبقى دي احتمالية الجلطة هنا كبيرة جدا جدا. آخر حرف عندنا في فاست هو حرف التي، وتي جاية من كلمة تايم أو الوقت. يعني عايز أفكرك إنه بمجرد
ما سألنا الثلاث أسئلة وطلبنا الثلاث طلبات ولقينا واحد فيهم مش مظبوط، immediately في نفس اللحظة اتصل على طول بالإسعاف أو انقل المصاب للمستشفى، لأن عنصر الوقت مهم جدا جدا جدا. ما تنساش الحلقة اللي شفتها النهاردة شاركها مع كل اللي تعرفهم، احفظ الثلاث أسئلة، علمهم لكل اللي تعرفهم، لأنه أنا وإنت ممكن نبقى الضحية اللي محتاجين حد يشخصنا بسرعة وينقلنا للمستشفى في أسرع وقت. وكمان لأن ربنا بيقولك ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شير الحلقة مع كل أصحابك، انشرها في كل مكان، وما تنسوش تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب ولايك لصفحتنا على الفيسبوك. هنستنى كل أسئلتكم واستفساراتكم، ودمتم بخير.